خلينا نطير كده سريعا كده نبدأ الحلقة على طول سخنين مع طبعا مدير الكرة بنادي سيراميك كليوباترا كابتن معتز البطاوي. كابتن معتز تحياتي ليك، اهلا اهلا كابتن احمد، ازيك؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ طمنا عليك، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام، كله وكل سنه تمام وانت طيب، وكل سنه ومصر كلها طيبه طبعا اكيد. بمناسبه 6 اكتوبر المجيد، ويا رب دايما كده في انتصار دايما يا رب لنا امين يا جميعا رب، المجالات. وربنا يحفظ بلدنا دايما من امين طبعا يا من رب. كل سوء ومن كل شيء اكيد طبعا. وكل سنة وانت طيب، وكل سنة والشعب المصري كله طيبين. يا رب خلينا دايما. ناخدك بقى ونروح لاستعداداتكم للسوبر المصري القادم وطموحاتكم وتطلعاتكم في الفترة القادمة. والله يعني كابتن احمد، السوبر طبعا هو علشان بدايته جايه في بدايه موسم، فيمكن وكان موسم كمان السابق ده الموسم المنقضي كان صعب جدا جدا وطويل جدا على كل الناس، صحيح فجاي صعوبته من كده ان احنا يعني يا دوب بنستعد للموسم الجديد، فهندخل في مواجهات صعبه قوي طبعا مع النادي الاهلي في البدايه. ف ويعني يمكن طبعا من المباريات اللي الواحد طبعا دايما بيعمل لها الف حساب، خاصة لما يبقى النادي الأهلي جاي من خسارة أو جاي من خسارة بطولة زي صحيح. البطولة اللي فاتت، فأكيد المباراة بتصعب علينا أكتر بس خليني من اقول لك، الأهلي. خليني اقول لك ان انتوا عندكم وقت كويس، يعني انتوا خدتوا وقت كويس، فتره اعداد كويسه، خدتوا وقت كويس، فتره راحه كويسه، واعتقد ان انتوا كمان صفقات جيده جدا جدا لسيراميك كليوباترا، يعني صفقات من الصفقات المهمه بالنسبه لسيراميك كليوباترا في الفتره الاخيره. هو الحقيقه فعلا هي فتره كويسه، بس الاعداد حضرتك طبعا وادرى مني وناس كتير، المباريات هي اللي بتدخل اللاعب صحيح دايما في حالته، يعني يمكن النادي الاهلي ونادي بيراميدز ونادي الزمالك يمكن اكيد هم اكثر جاهزيه مننا، لان هم لسه ما كانوا شغالين في البطوله الافريقيه صحيح وانهوا البطوله في جاهزيه اعلى مننا بكتير يعني، لكن صحيح ده طبعا احنا بنحاول يعني نشوف البديل لده بمباريات وديه قويه، بمباريات وديه تقدر تدخل اللاعبين وتدخل النادي او الفرقه في مود المباريات الرسميه ان شاء الله. طموحكم الحصول على البطولة ولا المشاركة بشكل جيد؟ لا اكيد طبعا طموحنا ان احنا نشارك بشكل جيد جدا، ولو جت البطوله طبعا ده هيبقى بالنسبه لنا حاجه محترمه جدا وحاجه كويسه جدا تكلل المجهود اللي احنا الحقيقه بنبذله طوال السنين طيب اللي فاتت في تكوين الفرقه وتكوين النادي. صحيح، صفقات مهمة جدا جدا بالنسبة لسيراميك كليوباترا، أهم الصفقات الفترة الأخيرة، لأن أنا عندي سؤال مهم جدا ولازم ترد لي عليه، وده انا يعني حاجه بالنسبه لي انا وفريق الاعداد كانت حاجه غريبه جدا، بس اهم الصفقات بالنسبه لسيراميك. الحقيقه كل الصفقات اللي احنا اضفناها الموسم ده هي مميزه جدا كانت قوية جدا، أو إن شاء الله بإذن الله يبقى ليها مردود قوي جدا يعني صحيح عندنا. إحنا يمكن حصل أول صفقة جبناها كان محمد صادق من نادي بيراميدز، وبعد كده طيب، جبنا ده محمد لوكا. صادق، محمد صادق ده بيع ولا اعاره؟ لا بيع نهائي. بيع نهائي، تمام تمام وبعد كده مكة، أيمن مكة ده من نادي الجونة، وده برضه بيع نهائي وموجود معانا، صحيح ويمكن هو أدى أداء جيد جدا في نادي الجونة الموسم ده، وكذلك محمد صادق طبعا كان إعارة من نادي بيراميدز لنادي فيوتشر. صحيح بعد كده الصفقة اللي يمكن في يعني لقي صدى كبير جدا هي التبادل اللي حصل ما بين نادي بيراميدز ونادي سيراميك كليوباترا، صديق إيجولا مقابل زلاكا وفخري لاكاي، وفي بعد كده إعارة كمان لعبد الله مجدي من نادي بيراميدز، وفي إعارة لإسلام عيسى من نادي بيراميدز. طيب، هنا هقف معاك بقى، لان هو ده السؤال المهم بالنسبه لي. اتفضل. فخري لاكاي وزلاكا، اعاره ولا بيع؟ إعارة وصديق جولة إعارة كمان. اسلام يعني عيسى إعارة وعبد الله مجدي. إعارة. طيب، هنا في مخالفه للائحه، لانك انت واخد 4 لاعبين معين، وهنا ده كان السؤال المهم وده اللي انا كنت لا هطرحه. هي مش إعارة بمعنى يعني كلمة إعارة دي ممكن يعني نقول إن هي سنة واحدة ده نهائي بس لمدة سنة واحدة ويرجع تاني لنادي بيراميدز بعقد خارجي. لا، هل انت عملت عقد بيع وبعد كده ترجعه تاني؟ انا شايف ان في مخالفة هنا، لان السيستم لا مش هي مش هيقبل. قصة، هي مش مخالفة، هي مش مخالفة، هو في طيب عقد، في استغناء حصلت من نادي بيراميدز لنادي سيراميكا، ها واللاعب برضه بيبقى في عقد تاني ما بينه وما بين عقد ثلاثي ما بين النادي
ثلاث يعني في حته في حته في حته فيها فيها تحايل كده يعني نقدر نقول. هي مش تحايل، هي لا هي موضوع كابتن في كل مكان، ان انا النهارده اللاعب باخد فيه استغناء من نادي بيراميدز وبعدين بيلعب معايا موسم واحد بس، وده شرط من الشروط اللي احنا بنتكلم فيها ان هو يلعب معايا موسم واحد بس وبعد كده يرجع ثاني للنادي الاساسي، يعني لو هو حب ده او لو النادي بتاعه طيب حب كده برضه يعني. طيب هو اللائحه واكيد طبعا انت ادرى مننا بيها، هي بتقول ان مفيش اكتر من ثلاث لعيبه اعاره لنادي واحد. تمام، انت واخد اربع لاعبين او بيراميدز مطلع اربع لاعبين. ما انا بقول لك في ثلاث لاعبين، يعني هو فخري لقاي وزلاكا وعبد الله مجدي، اللاعب الرابع اللي هو اسلام ده ببيع نهائي لمده موسم واحد فقط. بيع نهائي؟ بيع نهائي لمده موسم واحد بس؟ بالظبط. طب انت يعني وبعدين يرجع لبيراميدز تاني؟ والله بقى دي في الحاله دي هو بيراميدز بقى، يعني ساعتها هو اللاعب لو بينه وبين نادي بيراميدز. طيب انا 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 سؤال انا سؤال هو عقده مع بيراميدز مكمل ولا هو خلاص هو كده جالكوا؟ لا هو عقده منتهي خلاص مع بيراميدز ومعانا. الموسم اللي جاي هو اللاعب هيبقى فري على السيستم وعلى الورق، هو اللاعب فري. ولكن طب هو عشان حب يرجع بيراميدز عشان نوضح عشان انا ممكن اكون انا فهمي على قد شويه في اللوائح. لا ازاي، بالعكس. اللاعب انت بتقول عنده عقد مع بيراميدز ممتد كويس، وهو هيجي لك بعقد نهائي وباستغنى موجهه لنادي سيراميكا كيلو باترا. كويس، وعقده لسه ما زال مع بيراميدز؟ لا خلاص، ما هو طالما اداني استغنى موجهه فهو عقده خلاص انتهى وانت هتمضيه موسم واحد بس؟ انا مضيت اللاعب لمده موسم واحد فقط لا غير. بعد الموسم ده هو بقى حب يكمل في سيراميكا، حب يروح بيراميدز، حب يبقى في حاجه ثانيه، مفيش مشكله خالص. طب ليه طالما هو لاعب فري انت ما خدتوش ولاعيب كويس زي اسلام عيسى او ايا كان؟ مين اللي قال فري؟ مين اللي قال ان هو لاعب فري؟ انت انا بقول اللي لك انا خدت باستغنى موجهه. انت اللي قلت ان هو يا صقر. انا صقر، انا بقول لك ايه، انا خدته باستغنى موجهه، صح ولا غلط؟ قلت كده مظبوط. بس استغنى موجهه دي معنى كده ان اللاعب ما كانش فري؟ لا انا فاهم ان انت واخد استغناء موجهه، انا قصدي ان اللاعب دلوقتي طالما ادالك استغناء يبقى هو اصبح ان ما عندوش عقد تاني مع بيراميدز، هيبقى عنده عقدين، هيبقى اللاعب عنده عقدين، عنده عقد معاك وعنده عقد مع بيراميدز. طيب ما انا قلت لك ان هو عنده اداني استغناء موجهه، اللاعب بقى عندي الموسم ده كويس. الموسم اللي جاي هو حابب يرجع بيراميدز، حابب بيراميدز يرجعه، حابب يكمل في اي مكان تاني. طيب انا عندي سؤال، انتوا الاربع لعيبه اتسجلوا على السيستم؟ طبعا. والسيستم قبلهم؟ كابتن في ثلاثة إعارة وواحد استغنى، فلازم يقبلهم. مش هيقبلهم ليه؟ تمام. لا أنا بسأل بس لأن أنا أنتوا الأخبار اللي طلعت كلها إن أربع لاعبين إعارة من بيراميدز، فبالتالي يعتبر هنا، لأن أنا حتى لما سألنا الناس في بيراميدز قال لك إحنا مطلعين لعيبة، حتى سألنا بالتحديد أربع لاعبين إعارة، قال لك الأربع لاعبين إعارة بالنسبة لا أنا قلت لك بالتحديد ثلاث لاعبين، وفي لاعب منهم استغنى موقعه لمدة عام واحد فقط لا غير. طيب يعني نتمنى ان انتوا او انتوا بيراميدز تراجعوا الموضوع ده، لان اسلام عيسى لو لاعب حر يبقى يمضي معاك سنه اثنين ثلاثه يقعد زي ما هو عايز، يعني ما تقلقش خالص من الحته اللائحيه دي ولا السيستم، ما تقلقش خالص من يعني. تمام. طيب اخر سؤال عشان ما اطولش عليك، القندوسي ما زال عندوش اي ازمات خالص ولاعب في نادي سيراميكا كليوباترا؟ القندوسي هو لاعب النادي الاهلي معار لنادي سيراميكا كليوباترا لمده عام. صحيح. طيب هو معاكم في مباراه السوبر القادمه ان شاء الله؟ اكيد ان شاء الله باذن الله. مفيش اي يمنع من عدم وجوده. لا هو النهارده الصبح يعني غادر للجزائر، منضم للمنتخب الجزائري. يعني هيخلص زيه زي لاعيبتنا اللي موجوده في المنتخبات ويجي لنا تاني ان شاء الله باذن الله على الامارات. يبقى معانا في مباراه السوبر. هل في اي مستجدات تم ابلاغكم بيها من النادي الاهلي بالنسبه بعد التحقيق اللي تم معاه؟ لا ولا سيراميكا لا يعنيه هذا الموضوع؟ الموضوع لا يعنينا، هو موضوع خاص باللاعب وناديه اللي هو معار منه يعني. هم الحقيقه يعني النادي الاهلي استاذن ان هو يبقى في جلسه استماع دي، راح قعد في جلسه استماع مع كابتن محمد رمضان اعتقد. بس انا هنا دي جزئيه مهمه يا كابتن يعني معتز، هي لجنه هي, هي 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 استماع ولا هي تحقيق من النادي لا الاهلي؟ استماع وليس تحقيق. يعني استماع وليس تحقيق. طيب تمام. في نيه ان الاستغناء عن اي لاعبين، احنا سمعنا ان احمد رمضان بيكهام نادي الزمالك مازال مصمم على اللاعب وكده، هل في نيه ولا خلاص انتوا قفلتوا الموضوع ده تماما؟ لا، مين اللي مصمم؟
لا يعني نادي الزمالك بيسعى ان هو يضم، مش قصدي مصمم يعني، بيسعى ان هو يضم اللاعب يعني. لا لا هو اللاعب يعني الحقيقه مصمم على اللاعب يعني، جوميز مصمم على لا اللاعب يعني. احمد رمضان بكم هو لاعب في نادي سيراميكا كليوباترا، وتم تمديد عقده في شهر يناير الماضي 3 سنوات كمان، واحنا في حاجه اليه لان هو لاعب من اللاعبين الاساسيين والركائز الاساسيه في النادي. فلا يعني ان هو يمشي للنادي سيراميكا في التوقيت ده صعب جدا كابتن او مستحيل يعني. يعني انتوا خلاص احمد رمضان كان صعب ان ينتقل لاي نادي داخل مصر او خارج مصر في الوقت الحالي. بالظبط بالظبط بالظبط. كابتن معتز البطاوي بنشكرك على مداخلتك، كل التوفيق لنادي سيراميكا كليوباترا في الموسم القادم وفي السوبر المصري.